يجي مباشره ياخذ النتيجه. يقول عجيب هذا، اخر غريبه هاي النتيجه. انتم ما ادري شايفين بعض الاحيان ومن نجي في علم الاصول بالخصوص، من بعض المحققين يشكل على بعض الاخر من المحققين، يقول وهذا الراي من الغرائب. خذ هذا الراي من الغرائب بالنسبه الى مبانيك، اما انت ارجع الى مباني. شو رجل متكلم على مبنى، المحقق العراقي رحمه الله تعالى عليه عنده وين من المباني، فيصل الى نتائج الانصاف انها غريبة، الانصاف انها غريبة. ولكن انت من ترجع الى مباني المحقق العراقي تجد بانه لا، كاملا الحق معه، كان ينبغي ان يصل الى النتيجة، لانه هاي المباني حددت له طريقا قالت النتيجة التي تصل اليها. لا تقرأوا صدر المتألهين تجزيئيا، اقرأوه موضوعيا. صدر المتألهين فهمه تجزئيا يؤدي، واحد يقول كافر، واحد يقول ملحد، واحد يقول هذا مخرب الشريعة، واحد يقول إمام الموحد، هذا تجزئيا بشكل سريع. وهكذا طبعا مو فقط كل عظماء التاريخ، هذه وإن كان احنا مو محل بحثنا، بس لا تقرؤوهم تجزئيا. انتوا اقرأوا القرآن تجزئيا، شنو تطلعون بالقرآن؟ متهافت؟ لو وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ياهو تجدوا في القرآن بينك وبين الله تجدون فيه تهافت بلا إشكال. وهذا ما أدى بكثير من علماء كلامه هذا بعض، هذا صار مجسم، ذاك اعتقد كذا، ذاك اعتقد كذا، ذاك عجيب هذه الاعتقادات، وكل يستدل أيضا ايه بالقرآن، ولكنه ما أخذ فجزه فمقطع من القرآن ومشتغل عليه. لا تقرؤون عظماء التاريخ، لا تقرؤون العلماء، لا تقرؤون الفلاسفة، لا تقرؤوهم تجزيئيا. لا تأخذ كتاب صدر المتألهين صفحتين تقول اتفضل شوف شي يقول آخر، شوف شي يقول بابا آخر، انت شوف قبل شي يقول بعد شي يقول، كتب آخر عشرات الكتب، مئات المؤلفات، شوف اجمعهم، شوف النتيجة ماذا يقول. واحدة من المشاكل الأساسية في الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي هذا المعنى، وهو انه يقرأ تجزيئيا، يعني في الجملة في كتاب في عبارة قبلها بعدها قرائنها مباني اول حياته وسط حياته اخر حياته كلما تلتفت مولانا بفلان مكان قايل هالشكل، والله بالله انا ما ادري بفلان مكان قايل هالشكل. شو انتم من تجون الى رواية اهل البيت ليش ما تتعاملون هالشكل؟ لعد من تجون الى المرأة ليش ما تتعاملون وياها هالشكل؟ هو رواية اهل البيت موجود في المرأة لانه يريد ان يشتريها باغلى الثمن. شنو بضاعة هي يريد يشتريها بأغلى ثمن؟ شنو بهيمة يريد يشتريها بأغلى؟ هو نظر أهل البيت، نظرية أهل البيت في النساء هذه؟ جاوبني، هذه نظرية أهل البيت، أنه يعتبر المرأة بضاعة، هاي نظرية أهل البيت وتقبلون هذا؟ أنت إذا جيت هالرواية أخذتها هو طبيعة في طبيعة الحال تخرج. أما أنت هاي الرواية شوف ظروفها، شوف خصوصياتها، ليش سائل، شنو شرائطها، أعرف إلى آخره. تعرف لا مولانا، هاي الرواية في محلها، وتلك الروايات التي ذكرت في النساء مناقبنا فضائل يعني كنا الى اخره في رواية اهل البيت. في الفقه انت شو تسوي؟ خو روايات تقول لك بانه الناصبي كذا وكذا، في الروايات تقول لك الخمر كذا كذا، اهل الكتاب كذا كذا، انت شو تسوي؟ تنظر لان هذه النظرة تجزئية لو نظرة موضوعية. الله يعلم ان فقهاءنا لو لم يقوموا بعمل الا انهم درسوا الفقه موضوعيا لكفاهم فخرا، لأنه فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم جاءوا إلى الفقه ووجدوا أن الفقه لو ينظر إليه نظرة تجزئية يقينا لنهدم فقه أهل البيت أصلا ما يمكن. فلهذا تجد هذه الصناعة الدقيقة وهي صناعة الأصول أحدثوها أوجدوها حتى ماذا؟ حتى يقننوا لفهم رواية أهل البيت. جوزيف لا يدخل رواية أهل البيت، عنده قواعد مباني، من يدخل يتكلم على القواعد والمباني ويفهم فقه أهل البيت فهما موضوعيا لا فهما تجزئيا. أستاذنا وشيخنا حفظه الله تعالى الشيخ جوادي كان يقول ولو قام المفسرون بهذا العمل في التفسير لالآن كانت توجد عندنا ثروة في معارف القرآن، ولكن مما يؤسف له إلى الآن القرآن لم يفهم فهما موضوعيا. إلى الآن تجد أن القرآن يفهم فهما تجزئيا، آية آية، يبدأ من أول سورة الحمد وينتهي بسورة الناس، إلا المحاولة اللي تجدونها متناثرة، مثلا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجي مثلا يبحث
سنن التاريخ مثلا في القرآن، محاولة موضوعية. طبعا علماء العامة غير الإمامية أيضا لهم محاولات كثيرة، إلا كتاب الميزان. الميزان صحيح أنت بظاهره تجده تجزيئي، يعني يبدأ من الحمد وينتهي بالناس، ولكنه في واقعه موضوعي. أنتم ما أدري إذا مراجعين الميزان في كثير من الأحيان يقول هذا البحث إحنا سنتعرض له مفصلا عندما نصل إلى هالموضوع فنبحثه لك مفصل. وهكذا أصلا تفسير القرآن بالقرآن يعناه تفسير موضوعي لا تفسير تجزئي. هذه النقطة احفظوها جيدا عندما تريدون أن تقيموا شخصية، شخصية علمية تقيموها، لتأخذون جملتين من أول كتابة أو جملتين من آخر كتابة أو جملتين من وسط كتابة وتحكمون على تلك الشخصية. حاولوا أن تقيموها موضوعيا. قال يشبه أن يكون أولا